فاش كنتكلموا مثلا على الدجاج البلدي مثلا والخليط، ما كنتكلموش عليه بانه واش كيعطي بيض طبيعي ولا ما كيعطي بيض طبيعي، لكن المشكل فين كيكون؟ المشكل كيكون في المناعه ديالو. دابا مثلا الدجاج البلدي عنده المناعه قويه ويقدر يعيش في اي بلاصه، يعني تعاونوا شويه ويعيش في اي بلاصه وما فيهش الامراض بزاف، وكيتكيف مع المناخ فاش كينتهي. وحتى بالنسبه للماكله تقدر تعطيه داكشي اللي كتب الله، ولا جاب الله كاع نقص لي الماكله شويه ولا ما عطيتيه شي حاجه صحيه مزيان كينقص لك في الانتاج، لكن كيبقى بالصحه ديالو مزيان. بالنسبه للخليط مثلا، الخليط الا جاب الله نقص لي الماكله اش كيوقع ليه؟ كيبدا كيمرض، ولا جاب الله والانتاج كيمشي لك فيه، وحتى المناعه ديالو ضعيفه. علاش؟ لان دخلوا لي بعض السلالات، داك الخليط دخلوا لي بعض السلالات اللي المناعه ديالهم ضعيفه، فاش دوك ديك المناعه الضعيفه ديال ديك السلالات نقلت على داك الخليط، وبقى مثلا كسبتي انت مثلا 100 دجاجه غتلقى واحد 30 فيها مناعه ديالهم ضعيفه، الوزن ديالهم خفيف، ديما مهلوكين، الوجه ديالهم ديما صفر، ما كيعطوك انتاج، كيبقاو محسوبين عليك وكياكلوا عندك ولكن ما كيعطوك حتى شي حاجه. الا جيت تحسب معاهم ما غير كتستافد منهم والو، يعني غير متقلين عليك وشادين لك البلاصه. اما فاش كنخدموا بالبلدي تبارك الله كيكون كله مليح، كلشي خدام، كدير شويه ديال الانتقاء في الاول بان ديك شي وحده ما كتعطي الانتاج ولا قزامه شويه ولا كتحيدها، ولكن كيبقى خدام معاك مزيان. هذاك لا هذاك كيدي لك الوقت وكيدي لك الوقت بزاف، ولا جيت تحسب معاه ما كيشد لك فيه حتى شي حاجه. داكشي علاش كنقول لكم ماشي المشكل ديال محنش في الانتاج ديالو واش طبيعي ولا ماشي طبيعي، ولكن فين كنلقاو المشكل؟ المشكل فين كاين؟ هو في المناعه ديالو، واش المناعه ديالو قويه، واش قادر انه يتعايش معاك، واش قادر يعيش في البلاصه اللي حطيتيه، فاش كيكون الحال سخون قادر يعيش ولا لا. بالنسبه للماكله، واش شنو الا غيرتي ليه الماكله فجاه ولا واش قادر يتقبلها ولا لا؟ ماشي بحال البلدي تبارك الله مولف هذا الجو ديالنا ومولف الماكله فاش اللي كتعطى ليه من قديم اصلا، يعني كاسب ديك المناعه عبر الاجداد. هذاك الخليط يلاه مخدوم، يعني يلاه واحد 7 سنين هذه باش بداو كيخدموه، كتلقى فيه بزاف ديال المشاكل. والسيد اللي غيبيع عليك ما يعقلش عليك، علاش؟ لان هو الهدف ديالو هو الفلوس، غيبيع عليك وشغلك هذا. داكشي علاش الا بغيتي تخدم حاول تقلب على شي حاجه زوينه اللي غادي يشد لك فيها شويه، وفي نفس الوقت تكون الانتاجيه ديالها مزيانه وما تكونش مثقله عليك. يعني انت عندك 100 بياسه ولا يكون فيها 30 ولا 20 ولا 30 ضعيفه بزاف مهلوكه شاده لك البلاصه وكتاكل لك، والمناعه ديالها ضعيفه وديما مقاتله مع الادويه، وتقدر تنقل لك دوك الامراض اللي فيها شي حاجه اخرى ثاني. داكشي علاش حاول تخدم شي حاجه اللي تكون المناعه ديالها تبارك الله زينه وخدامه. تقدر تمشي عند شي واحد يبان لك عنده قطيع زوين ديال الخليط تقول بغيت منه، غيعطيك غيبيع عليك. علاش؟ لان هو اصلا داك القطيع هو دالي واحد المجهود كبير باش ولا باك القوه. فاش كديه دابا انت ويكون عندك طلع واحد القطيع من تشد البيض من عنده ولا الفلوس وتخدم به، فاش يطلع عندك يولي كبير، يولي شويه زاعم 3 شهور ولا كيبداو كيبانوا لك فيه الديفوات. هذيك الساعات اللي غادي تبدا انت الحرب من جديد، كتبدا تحارب معاه من جديد. بيدير الانتقاء مثلا، الانتقاء بيتعزل واحد العدد ولا، ولكن غيبقى عندك ديما الديفوات فيه، ديما دوك الديفوات تابعين. داكشي علاش حاول من الاول تقلب على شي حاجه زوينه اللي غادي تقدر تخدم بها لواحد المده طويله. تحياتي لكم.